ساعة مرصعة بالأحجار الكريمة ونظارة من الذهب تعود إلى أواخر القرن الثامن عشر، والتحف النادرة وقطع نقدية من الفضة والبرونز وأخرى من الذهب تعود إلى فترات تاريخية هامة كالفترة الإسلامية الأولى والفترة الرومانية والعثمانية وفترة روسيا القيصرية. هي محجوزات تمكنت فرقة الآثار بالجرجاني من ضبطها لدى عدد من الأشخاص وهم بصدد بيعها بمدينة سلينا. العملية جاءت المعلومة هذه بانتجات من منطقة سليانة، نسقنا احنا مع المنطقة وخرجنا فريق مختص باعتبار احنا مختصين في المجال هذا، وتنقلنا لغاديكا وعملنا قدمنا واحد من الأولاد نتاعنا على أساس كونه باش يشري السلعة هذه، وبقاو الأولاد الآخرين يتبعوا فيه، وقت اللي باش تتم العملية نتاع التسليم نتاع البضاعة دخلنا احنا وقمنا بحجز هالبضاعة هذه. فما 9 أشخاص موقوفين تو على ذمة البحث، وما زالوا فما أطراف أخرين ما زالوا بحالة فرار. هذه المحجوزات كانت على ذمة صخر الماطري، صهر الرئيس السابق بأحد منازله بالحمامات قبل أن تتم سرقتها إبان الثورة. لقيناها في الليسوس هذوما، عرفنا اللي هي كانت موجودة في دار إنسان ثري ولا بأس عليه في وقت من الأوقات، ومن خلال سير البحث والتحريات وكذا ثبت لي هي هالقطاع هذه مصدرها هي دار صخر الماطري سهر الرئيس السابق في الحمامات، وتم الاستيلاء عليها في أثناء الثورة. مجموعة هامة من القطع الأثرية والنقدية القديمة والتحف النادرة سيتم إضافتها لأحد المتاحف لتثري المخزون الأثري.